السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي. ننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا لإبداء آرائكم بشأن ما سنعرض أو بشأن ما لديكم من مواضيع. نبدأ مشاهدينا الكرام من الفقرة الأولى، فقرة المقاطع المتداولة. لدينا مجموعة من المقاطع مشاهدينا الكرام التي تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي. نبدأ من تظاهرات الخريجين التربويين والمحاضرين المجانيين أمام بوابات المنطقة الخضراء، تظاهروا للمطالبة بتحصيل حقوقهم وتوفير وظائف لهم بعد أن يأسوا من الوعود الحكومية التي لم يتحقق منها أي شيء. في المقابل قابلتهم القوات الحكومية بالعصي والهراوات والرصاص، ما أدى إلى إصابة عدد منهم. طالب هؤلاء المتظاهرون الذين قدموا من عدة محافظات عراقية، طالبوا بتخصيص مالي لهم يضمن توفير درجات وظيفية، بالإضافة إلى ذلك أنهم يضمنوا ضمن قانون الأمن الغذائي الذي رفض إقراره من قبل المحكمة الاتحادية. دعونا نشاهد هذا المقطع. لا تكسي أمك. مشاهدينا الكرام، نبقى مع نفس الموضوع وننتقل إلى مقطع آخر منه. بعد هذه الأحداث وبعد هذا التطور الذي حدث ضمن التظاهرات، اقتحم المتظاهرون مبنى البرلمان، وذلك من أجل إيصال مطالبهم للنواب، لمجلس النواب. إلا أن الأمر تحول إلى مشادات كلامية تطورت فيما بعد إلى شجار مع الموظفين الذين يعملون داخل البرلمان. لنشاهد. لنتابع مشاهدينا الكرام بعضا من التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع. أول تعليق لدينا من أم أحمد تقول: بس أريد أعرف ما يسمعون، لو تحسين المعيشة لهم أحسن من العلم والمعلم. تعليق من الأمير يقول: مع الأسف حكومة فاشلة عايشة بالبذخ والإسراف، وشبابنا الخريج يبحث عن العيش الكريم، وهذا حقه ببلد غني جاي يتفرهد. طيب، علي يقول: الأحزاب الحاكمة في العراق عبارة عن دكاكين تجارية، لا يهمهم لا دولة ولا شعب، والشغلة معروفة، يتقاسمون الوزارات من أجل أن يأخذون حصصهم كالتجارة. انهضوا يا عراقيين. تعليق من عبد صائب يقول: المفروض الشعب الخروج وليس فقط المحاضرين، وإن شاء الله الثورة قادمة سوف يهربون، في إشارة طبعا إلى السياسيين. الآن مشاهدينا الكرام، دعونا ننتقل إلى موضوع آخر ضمن هذه الفقرة. الموضوع هو ارتباط وثيق بما عرضنا قبل قليل، هي مظاهرات المحاضرين المجانيين والخريجين الذين يبحثون عن وظائف. الخريجون مشاهدينا الكرام لم يجدوا وظائف ولا يجدون وظائف في العراق بعد أن تخرجوا، وهي جيوش من الخريجين.
هناك وعود حكومية زائفة أعطيت لهؤلاء المتظاهرين. هذا الموضوع أدى إلى تظاهر عدد من الخريجين في محافظات عراقية مختلفة للمطالبة بتوفير وظائف لهم وتحصيل حقوقهم التي دائما ما وعدوا بها من قبل حكومات الاحتلال. في محافظة بابل تظاهر العديد من الخريجين التربويين والمحاضرين للمطالبة بشمولهم بقانون التثبيت على ملاك وزارة التربية. لنشاهد. مشاهدينا نبقى مع نفس الموضوع وننتقل من محافظة واسط إلى محافظة بابل إلى محافظة واسط، حيث اعتدت القوات الحكومية على مجموعة من الخريجين الذين خرجوا بتظاهرة للمطالبة بتوفير فرص عمل ووظائف لهم. انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي عمليات القمع المستمرة والاعتداء الذي يتعرض له كل من يطالب بحق مشروع في هذا البلد. دعونا نشاهد. لنتابع الآن مشاهدينا بعضا من التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع. أم علي تقول: ليش الوحشية؟ متظاهر حق بالدستور، تردون نسكت عن حقنا؟ لا ما نخضع لذلة. في تعليق من عباس يقول: لن نتراجع، سنأخذ حقوقنا رغم أنوف الظلام. خريج ثائر يطالب بحقه الدستوري بالتعيين. تعليق لدينا من حيدر يقول: تهميش أصحاب الكفاءات والخريجين وصمة عار على الحكومة العراقية. خيرات العراق كافية لتغطية الشعب بأكمله، أين حق الخريج؟ تعليق من أبو علي يقول: يجب إزاحة هذه الحكومات بالقوة إلى مزبلة التاريخ بأي أسلوب، لأنهم كلهم مثل قوم نوح عليه السلام. نكمل مشاهدينا الكرام مع حضراتكم في هذه الفقرة وننتقل إلى كارثة من كوارث العراق والتي أدت إلى تدهور هذه الأجيال التي نمت في ظل حكومات الاحتلال. من الناحية العلمية، أكد الأستاذ الجامعي الدكتور غالب الدعمي تسريب أسئلة الامتحان الوزاري لمادة الإنجليزي اللغة الإنجليزية المرحلة الثالثة المتوسطة، وحصل هو شخصيا على نسخة من الأسئلة المسربة في الساعة الثالثة فجرا وجاءت مطابقة لأسئلة الامتحان الوزاري بنسبة 100%. هذه الحالة مشاهدينا الكرام ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، تتكرر كل سنة، ما يعكس الواقع التعليم المتردي في العراق في ظل حكومات أساءت للتعليم وعملت على تدميره. دعونا نشاهد. معكم دكتور غالب الدعمي، استاذ الاعلام في جامعه اهل البيت. اتحدث اليوم عن امتحان اللغه الانجليزيه المرحله الثالثه بكالوريا امتحان اللغه الانجليزيه.
عن نفسي وصلتني الأسئلة الساعة الثالثة ليلا عن طريق فاعل خير واحد من البيجات، أسئلة تماما 100% مطابقة لي اللي جت بالامتحان اليوم. مريت بالصدفة شفت الطلبة طالعين المدرسة، شفت الأسئلة مالتهم تماما هي لا اختلاف. معقولة وزارة التربية وصلت لهالمرحلة من عدم الثقة؟ معقولة ضمائركم خلتكم تسربون الأسئلة وبالتالي المجد والمتميز تكون درجته أقل من درجة اللي نايم للظهر ويأخذ الأسئلة؟ أنا متأكد هالأسئلة ما سربت للفقراء، سربت لشخصيات، لأبناء مسؤولون مسؤولين، لأبناء وزراء، لأبناء نواب، الله العالم. مشاهدينا الكرام، ننتظر مشاركات حضراتكم من خلال الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم لإبداء آرائكم بشأن ما عرضنا وبشأن ما سنعرض بعد قليل. هذه الحالة التي تشاهدونها الآن، موضوع تسريب أسئلة الامتحانات، هل تعتقدون بأنها صدفة، بأنه اختراق، أم بأن الموضوع موضوع مدبر من أجل إيصال، أو يعني خلينا نقول بالمحلي أنه ينجح من لا يستحق من هؤلاء، كما تفضل الدكتور بأنه قد تكون لأبناء مسؤولين لجهات نافذة في الدولة هي التي عملت على تسريب هذه الأسئلة في سبيل أن ينجح من لا يستحق. دعونا نرى بعض التعليقات التي تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هذا الموضوع. أبو عبد الله يقول: عندما تكون الأمانة العلمية بيد اللصوص وعديمي الشرف فتضيع العدالة وتسلب حقوق المجتمع. علي يقول: لأن ملتهين بالسرقات وصفقات الفساد المتمثلة بالمدارس الأهلية والمعاهد والتدريس الخصوصي وغيرها كثير، لا يسعنا إلا أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. مصطفى يقول: لو أكو قانون يجيبوك ويجيبون المصدر اللي وصلت إليك الرسالة أو الأسئلة عفوا منه إذا صدق. طبعا بالنسبة لهذا التعليق، إذا كان يقصد على الدكتور الذي تحدث بالأسئلة التي وصلت له، فهو لا ذنب له أن وصلت إليه هذه الأسئلة، يجب أن يكون البحث عن المصدر الذي قام بالتهريب. هذا إذا كان يقصد ما قلنا. نورهان تقول: دولة جاي تحارب كل أنواع التميز وتشجع كل أنواع الفساد اللا أخلاقي أو الفساد الأخلاقي وغير وغير، حسبي الله ونعم الوكيل. طيب، لدينا مشاهدينا الكرام الآن الاتصالات، نبدأ باستقبال اتصالات حضراتكم وكما قلنا على الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة أو من خلال خدمة الواتساب لمن يريد أن يرسل رسالة نصية. معنا اتصال السيد عادل من السماوة، تفضل. موجود عادل؟ فقدنا الاتصال. نكمل مشاهدينا الكرام إذن فقراتنا في أو المقاطع في هذه الفقرة. نأتي إلى جزئية يعاني منها كافة الشعب العراقي بلا استثناء في الداخل والخارج. في الداخل الدوائر الحكومية داخل العراق، وفي الخارج السفارات والقنصليات. كل ما هو مرتبط من دوائر حكومية عراقية مرتبط بالعراق وبمعاملات الناس، يعاني المواطن من إذلال وإهانة وبيروقراطية تؤدي إلى الطوابير الطويلة من الانتظار. من المعروف جيدا للعراقيين أن هناك عرقلة للمعاملات وتأخيرها في دوائر الدولة، وذلك في كثير من الأحيان لإجبار المواطن على تقديم الرشاوى. تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع لمواطنين في محافظة البصرة. هذا المقطع الذي ستشاهدونه الآن يظهر طوابير الازدحام، طوابير الانتظار في بلدية شط العرب شرقية محافظة البصرة، لنشاهد. هاي بلدية شط العرب، خلي الشيعة يقول هيات من الذلة، هيات من الذلة، شابعين ذلة مرتين، حسين الشعماني ينسجن. للوزير ودي، للوزير هيات من الذلة، شابعين ذلة مرتين. شوف هاي حسين الشعماني ينسجن، تكون بالجمال على شعب العراق. هذا المواطن يوم هاي كلهم متقاعدين، لا شياب رجع القبر ويدوس رجع، راح يموت مو بيصلى وصل رجع، الله اكبر عليك.
دعونا الآن مشاهدينا نتابع بعض التعليقات التي وردت بشأن هذا المقطع. أحمد يقول: المراجع كاتلته الشمس والحر والموظفين قاعدين على التبريد وما يتحاجون، عبالك وزراء. نور تقول: بسبب الموظفين عددهم قليل بالبلدية وما عندهم بديل ولا عندهم أحد يساعدهم. هل يعقل يا نور هذا هو السبب؟ أن يتم يعني جعل المواطن العراقي يعاني بهذه الطريقة المذلة بالانتظار بالحر والبرد وبتعقيدات كثيرة داخل هذه الدوائر من أجل أن تنجز المعاملة؟ هل هذا عذر الأعداد؟ العراق مشاهدينا الكرام بحسب اعتراف حيدر العبادي من الدول المتقدمة أو الأولى في العالم من ناحية عدد الموظفين الحكوميين. العراق لديه فائض بعدد الموظفين الحكوميين، لديه تخمة بناء على التعداد السكاني أو عدد سكان العراق. العراق فيه وفرة بالموظفين الحكوميين، هذا ليس عذر. سجاد يقول: هاي حكومة النشالة والمجرمين، ايش تتوقع يطلع منها غير تحطيم المواطن؟ أبو الفضل: كل الدوائر هيج رشوة وفساد، والموظفين قسم منهم شهادة ابتدائية ما عنده وتعين بالواسطات. مشاهدينا الكرام، كما قلنا لا يعاني فقط منهم في داخل العراق، بل يعاني أيضا منهم خارج العراق، وهذه فرصة أيضا لنوصل أصوات العراقيين المغتربين الذين يعانون من البيروقراطية، يعانون من الإجراءات التعسفية الموجودة في كثير من القنصليات والسفارات الموجودة خارج العراق، يعانون من طريقة تعامل بعض الموظفين في هذه القنصليات والسفارات. وكما قال أحد المعلقين بأنه الموظف يعتبر نفسه وزيرا ربما، وهو محصن من أن يتم التعامل معه أو التحدث إليه. يعني يرفعون أصواتهم على المراجعين العراقيين، يعاملون المواطن العراقي بطريقة مذلة. منهم من يتجاوز بالألفاظ، منهم من يتجاوز بحركات الأيادي والنظرات، وكأن هذا المواطن عبد ذليل لهذا الموظف، وهذا الموظف لا يتقاضى أجرا نظير تقديم الخدمة، لا جاي يعني مسوي فضل على المواطن العراقي، مسوي فضل على المراجع العراقي. معنا أبو عبد الله من أربيل، تفضل يا أبو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. أرحب بكم المشاهدين. الله يسلمك. طبعا أستاذ، قبل تسمعني؟ أي وياك. كل شيء خلنا نعرف إحنا من المستفيد أن التعليم يسقط هالسقوط هذا؟ نعم. منو؟ ما شاء الله دول أقول لك كلها بس والله أغلبها كلها شهداء بالعراق. نعم. والأسد هاي التربية والمسؤولين اللي يسربوها طبعا ما مسربين الأسئلة كلها. نعم. بالمسؤول له أو برلمان له بالرئاسات بين مكاناتها، يعني أماكن حساسة تكون هو اللي عنده يدفع ينطي. نعم. وشوف المدارس وين الرقابة، وين الرقابة على الامتحانات، على الأسئلة التي تصدر؟ يعني ليش الموضوع بهذه البساطة أنه يتم تسريب أسئلة امتحانات مرحلة يعني المراحل الوزارية اللي هي نهاية المتوسطة والانتقال إلى الإعدادية؟ هاي المراحل فاصلة بالدراسة، هاي تعتبر انتقال إلى مرحلة أخرى. يعني الآن لما نشوف الأسئلة بهذه الطريقة يتم تسريبها وماكو رقابة ولاكو تدقيق ولاكو يعني حماية لهذه الأسئلة من أن يتم تسريبها، نشوف بأنه مثل ما قال هذا الشخص الدكتور اللي ظهر في المقطع، أنه ينجح اللي ما يستحق، اللي نايم للظهر هو اللي ينجح، واللي يتعب ويجتهد وأهله يصرفون عليه ويتعبون عليه بالنهاية يأخذ درجة أقل. هل بهاي الطريقة يريدون يبنون أجيال المستقبل؟ أبو عبد الله كلام معك أستاذ، معك تسمع سؤالك أستاذ الدعمي طبعا محلل سياسي مرموق. أنا متابعة هواي حتى على التواصل الاجتماعي. نعم. متابعة هواي
استاذ الأسئلة ما تتسرب، احنا كل مفاصل الدولة العراقية مغترقة بجواسيس ما شاء الله، يعني مسوين العراق عبارة عن جملة من الجواسيس، هذا بذات التربية، هذا بذات النفط، هذا بذات الأحمر، هذا بذات الصحة، يعني كل مكان أدنى. وشوف بريطانيا شكوا بروفيسورات، شكوا أماكن مرموقة أو مناصب مرموقة، كلهم أصلهم عراقيين. نعم. شو يا ثمانينات كان التدريس. لا أنا أتذكر أنا بالصف الخامس صار عندنا مادة الإنجليزي، أول سؤال سألتني الأستاذ بالإنجليزي ما طبق، كان يقول لنا بالإنجليزي ريبيت آفتر مي. أنا ما فهمت، سألتك قلت صار شنو معناته ريبيت آفتر مي؟ ورعي جاوبني، يعني هيك كان التعليم استاذ. أنا هاي الحكاية باقية. طيب أو 65 نعم. شكرا يا ابو عبد الله من اربيل، شكرا جزيلا. ابو عمر من بغداد، تفضل يا ابو عمر. حياك الله استاذ محمد، الله يسلمك، كل الهلا. وحيا الله قناه الرافدين، حيا الله مشاهد، الله يسلمك، تفضل يا ابو عمر. حياك استاذ محمد، بالنسبه للوضع اللي عندنا بالعراق من 2003 ولحد الان، يعني احنا نقدر نقول كل الشعب ما شاف من هاي الحكومة خير، وما شاف من لا خدمات ولا ارجاع الصناعة ولا تطوير بالزراعة، كل هاي الأمور يعني ناهيك عنها، يعني ما شاف من عندهم أي شيء. لكن بالنسبة إحنا من خلال حكومة، من خلال قناتهم، يعني نوجه إحنا كشعب، وإحنا عندنا ولدنا وناسنا وأهلنا وشبابنا، يعني كلهم عندهم تعبوا نفسهم وتخرجوا، وهاي الحكومات فضلت الأحزاب كليات بين الجامعات لجعتهم من أجل استفادتهم، من أجل أن يزيد يعني تاريخ حالتهم من العراقيين، ولكن ما يقدموا لهم نفس الفقدي، لا يأخذون من المواطن العراقي وكل طالب يعني 5 ملايين 8 ملايين أجرة دراسة السنة اللي يدرس. طيب أنت يا سلطة الأحزاب من بيت وكليات الجامعات، غير المفهوم منكم عندكم وزارات، رئيس وزراء، وزير اللي موجود بها المسؤول على إدارة البلد، أن يقدم لهاي الشريعة ولهاي المستوى الدراسي اللي قدمه الطالب، وبعد ما بذل جهوده وبذل يعني اللي راح الداين واللي راح راب، دوركم خاص يا حكومة صدر الأحزاب لهذا المواطن. طيب أنا عندي سؤال لك يا أبو عمر من بغداد. اليوم هذا المقطع اللي شفناه، أو مجموعة المقاطع اللي مرتبطة بقضية دخول بعض المتظاهرين الخريجين المحاضرين المجانيين إلى مبنى مجلس النواب، نشوف بأنه قبل الدخول وأثناء التظاهر أمام بوابة المنطقة الخضراء، بوابات المنطقة الخضراء، القوات الأمنية تعتدي عليهم. لما يدخلون إلى مبنى مجلس النواب يريدون يوصلون صوتهم، الموظفين داخل مبنى مجلس النواب يعتدون عليهم، الأمن يمنعوهم من الدخول. طيب هذا المكان، هذا المبنى، مو المفروض هو مبنى من اختارهم الشعب، مبنى الناس اللي هم المفروض يمثلون الشعب؟ طيب ليش محصن؟ ليش ممنوع المواطن العراقي من الدخول إليه؟ مبنى الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال، وهذا يضم كل دول الاتحاد، عبالك متحف، الطاب طالع المواطن ما حد يحكي وياه. ليش في العراق مبنى البرلمان محصن؟ إذا قرر المواطن يدخل يضرب، يعتدى عليه، يشتم، شلون ممثلين للشعب العاد؟ أستاذ محمد، بالنسبة يعني بالعالم كله، يعني بالغرب أو كان بالشرق، يعني الطالب، يعني طالب المواطن العراقي هذا إنسان يعني فاهم، وعقلية يعني متكاملة، عقلية 100%، ناس يعني متفاهم، ناس متواضع أن يكون، فمن يلاقي هيك يعني ناس جمرة بالمجلس النواب أو قوات الأمنية، هذا دلالة على ناس يعني يخوفوهم، يضربوهم بالطلقات، يرموهم، يحتدون عليهم بالها، هذا دليل يعني على فاشل بأنه إدارة الحكومة وإدارة خطة الأحزاب، يعني ما راح تقدم لهم أي شيء، لأن الوزارات موجودة عندنا، وكل الأمور اللي عندنا بالعراق من بنت ولا صارت، ولا تحدثت بأنه المراحل الدراسية من كل سنة تقسم 19 سنة،
ما يعني جيل عندنا النشأ وراح تعين بدون يعني مبالغ او بدون يعني معارض احجامهم. كل العراقيين عندنا البطالة اللي قاعد تشتكوا من 36 أو 40% هم ناس خريجين يعني 16 سنة ما راح يكلموا. طيب احنا ممكن 16 سنة ثانية أو 20 سنة شنو اللي يقدمون للمواطن؟ من يدخل المواطن وهذا الانسان حامل شهاده ومن تحصيل الدراسي المفروض منكم يا النواب ان يعني يقدموه يستحقون مكانه يجي الوزير ان يطلع معاهم افهم هاي الشريحه ليش جت وقت هنا بحكام الشارع والقوات الامنيه تحدث عليهم هم لا حرم من سلاح حرم من اي شيء سواء العراقي سواء شهاداتهم سواء اصواتهم اللي ترجون الحكومه ان يكون لهم في الدور لهاي هاي الشريحه المجتمع هاي تخدمهم وتخدم البلد والى سلطه البلد. شكرا شكرا ابو عمر وصلت الفكره كنت معنا من بغداد. مشاهدينا الكرام نكمل المقاطع التي تحدثت عن البيروقراطية والتعامل مع موظفي الدولة داخل الدوائر الحكومية في العراق. طبعا المقطع الذي أردناه كما قلنا في البصرة، الآن ننتقل إلى مقطع آخر في البصرة. أيضا مواطن من المحافظة اتهم دائرة الضريبة بالتقصير في عملها وقال عنها أنها أفسد دائرة في محافظة البصرة، لنستمع إلى حديثه. يلا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من أمام أفسد دائرة في محافظة البصرة، من أمام أقدر دائرة في محافظة البصرة، من احتراماتنا لبعض الشرفاء في داخل هذه الدائرة. طبعا ناشدنا أحد المواطنين قال لي والدي بين الحياة والموت وبسبب هاي الدائرة. قلت له شنو الموضوع؟ قال عدة معاملة صارت 3 أشهر ما منجزة لسبب معين. قلت له وهو السبب؟ قال لأنه ما يطر أشوال ما يعطيها المعبر. طبعا الدائرة صايرة عبارة عن مافيات للمعببين يدخلون داخل الدائرة ويمشون، يجي 50 معاملة حاطة دفر الباب ودخل والمواطنين كاظين سرة وما حد يمشيهم. ناهيك عن المعاملات اللي ما بيها 50,000 25,000 أم الشايب $100 يحطونها بالمعاملة ما تمشي. فهاي مناشدة إلى رئيس السلطة العليا في محافظة البصرة الشيخ أسعد العيداني وإلى ديوان رقابة محافظة البصرة، تعالوا شوفوا أخوي هاي الدائرة وزوروها واطلعوا على الفساد اللي مستشري بداخل هاي الدائرة. طبعا مانعينهم التليفونات تدخل جوا على مود، لا حد يصور فسادهم، لا حد يصور ال50,000 من يدخلها بالمعاملة ويعطيها للموظف. يا أخي والله العظيم ملينا ملينا، لعنة الله على الراشي والمرتشي. دعونا الآن مشاهدينا نتابع فقرة أنت ترى. خدمة أنت ترى مشاهدينا الكرام خدمة تقدمها قناة الرافدين لحضراتكم. هذه الخدمة ترسلون من خلالها ما لديكم من مقاطع مصورة سنعرضها إن شاء الله في حلقاتنا المستمرة، لكن الآن دعونا نشاهد ما وردنا. طيب أرسل لنا هذا المقطع مشاهدينا الكرام ومعه الرسالة الآتية. الرسالة تقول: نحن الكوادر التدريسية في مدرسة المسيب للبنين نقوم بحماية مدرستنا إلى ساعات متأخرة من الليل خوفا للتعرض لها من قبل بعض ضعاف النفوس من الطلبة، خصوصا بعد أن شهدت إحدى مدارس القضاء عملية كسر للباب ومحاولة تغيير النتائج الامتحانية. لذا نطالب من خلال برنامجكم الجهات الأمنية لتوفير دوريات ليلية تحمي المدارس حتى وإن كانت فقط في هذه الفترة، ولحين إكمال الامتحانات نرجو من حضراتكم إيصال صوتنا إلى الجهات المعنية. دعونا نشاهد. صار أكو تجاوز عليها، فإحنا يعني تواجدنا إحنا ويا الكادر التدريسي والمدير وأيضا تواجد بعض الأهالي لحماية المدرسة، هذه فرصة يعني بالنسبة لنا للاطلاع على واقع حال التدريس وواقع حال المدارس اللي تتعرض للإساءة من قبل بعض الطلبة ضعاف النفوس. حرصنا المهني وخوفا على مدرستنا وخوفا على حقوق أبنائنا، احنا دا شوفنا هسه بساعات متأخرة من الليل خوفا من التعدي على إعدادياتنا، لأنه حدثت بعض الأمور اللي أول أمس
على احدى اعداديتنا وكسر باب الاداره، والحمد لله ماكو اضرار نقول بغير امور، فنحمد الله ونشكره. فاحنا تواجدنا حرصنا المهني على حقوق ابنائنا، فشوفنا هسه احنا متاخرين ساعات متاخره، وهاي يوميا احنا، فقلنا احنا نطالب قياده شرطه بابل بتخصيص عناصر امنيه ودوريات يعني حماية المدارس قضاء المسيب. صارت عندنا مدرسة بذاك الصوب انكسروا الباب، الحمد لله ما صار في شيء، بس خاف تصير عندنا، يعني احنا يعني متهيئين لهذا الشيء، خاف يصير عندنا زين، وبعدين يعني المسؤولية تصير مسؤولية كبيرة، فنطلب من عندكم من قيادة شرطة بابل أن تجيب لنا دورية هنا ويانا من خلص فترة الامتحانات، وهاي هي ما عندنا كل شيء نطلبه، ولا عندنا سلاح ولا عندنا نحمي المدرسة. الآن مشاهدينا ننتقل إلى فقرة صندوق الوارد، وهي ضمن الفقرات أيضا التي مخصصة لحضراتكم. خصصت هذه الفقرة مواقع التواصل الاجتماعي التي فيها حسابات قناة الرافدين الفضائية وكذلك الموقع الإلكتروني للقناة، بإمكانكم أن ترسلوا أيضا ما لديكم من رسائل وسنقرأها إن شاء الله وسنعرضها ضمن فقراتنا. لدينا هذه الرسالة تقول: نحن طلبة الدراسات العليا نطالب بتوسيعة مقاعد عام 2022-2023، وذلك لشمل أكثر عدد من الطلبة المتقدمين. نرجو من قناتكم المساندة لنا ونقل صوتنا خلال تظاهرة يوم الأحد الموافق 5/6/2023 التاسعة صباحا. الآن مرسل الرسالة يتحدث عن نفسه، يقول: أنا ضمن أعلى 3 ناجحين بالتنافسي ومعدلي 79، ولكن بسبب معادلة المفاضلة أصبحت احتياط أول، وأتأمل التوسعة أنا والعديد من المتقدمين غيري، نرجو أن تكونوا معنا، أنتم أملنا. مشاهدينا الكرام، قناة الرافدين كانت دائما وأبدا مع أصوات المظلومين، هذه الشرائح، الخريجين، المتظاهرين بشكل عام، كل من يطالب بحق مشروع في هذا البلد نحن نقف معه، ونحن باب من أبواب إيصال صوت هذا المواطن. وهذا البرنامج أيضا مخصص لحضراتكم، لمن يريد أن يشارك عن طريق إرسال الرسائل أو عن طريق الاتصال، فأتمنى من حضراتكم التفاعل من أجل أن توصلوا أصواتكم، بغض النظر ما هو الموضوع، ما هي المشكلة، ما هي القضية التي تطرحونها، لكن في النهاية شاركوا من أجل أن توصلوا أصواتكم. معنا اتصال. سيد عبد الرزاق من بابل، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، بخصوص الطلبة المتظاهرين. نعم. بالنسبه للتظاهر الطلاب والخريجين، هم شنو يحتاجون؟ يحتاجون حقوقهم، يعني يعني الطالب من يتخرج المفروض يلقى تعيين، يحتاج دائرته وتعاهد وكل هذا التكاليف، يعني مصاريف السنوات. فالمفروض يعني بالدوله اذا كانت فيها سهله او صحه، يعني توفر الوظيفه للخريجين. لكن المشكله شنو يا استاذ محمد؟ ما عندنا تخطيط، ما عندنا سياسه تخطيط للمستقبل. يعني صراحه كله يعني اقول لك هربجي، يعني الكليات الاهليه من خطرج، الكليات الحكوميه، فصارت فوضى. طيب يعني احنا هذا الكلام يعني سيد عبد الرزاق، هذا الكلام أغلب العراقيين مروا به، سواء عن طريق يعني تجربة شخصية أو شافوا أحد من معارفهم، أقربائهم، أصدقائهم، مر بتجربة أنه يكون خريج وما يحصل على فرصة عمل. لكن اليوم إحنا منشوف أنه الخريجين التربويين المحاضرين المجانيين اللي هو يعمل بلا راتب يريد يثبت، يريد تعيين، يريد حقه، نرى القوات الأمنية تقمع هؤلاء، تعتدي عليهم. اليوم عملية الدخول إلى مبنى ممثلي الشعب مهمة مستحيلة، يعني اليوم اللي طبوا هم كم واحد طبوا إلى البرلمان، يعتبر هذا إنجاز، إنجاز أنه أنت مواطن تدخل إلى المبنى اللي البي ممثلك، ممثل الشعب، يقمعون ويعتدى عليهم لفظيا. هل يعقل بأن هؤلاء ممثلي الشعب؟ أنه هذا المكان محصن
على أبناء العراق، على من يطالب بحق العذول، يمثلون منه اللي داخل البرلمان؟ هؤلاء يمثلون أنفسهم أستاذ محمد. بالنسبة للمتظاهرين للأسف أقوله ولو يعني الكلام جارح لكنه هو الحقيقة، يعني حتى المظاهرات ما طلب أنا أشوفها، يعني هذا رأيي هي مسيسة، وإلا تعال برلمان ومحصن. شلون؟ شلون مسيسة؟ دخلوا عن طريق نواب يعني يبدون اللي يحاولون الحق. طيب واحدة عبد الرزاق واحدة، أنت تقول المظاهرات مسيسة لو تقصد على الحالة اللي صارت داخل المبنى. الحالة اللي دخلوا بها للبرلمان الكثير يا أستاذ محمد، هسه اليوم دائرة هي محط الشرطة يعني من الحمايات الأمنية، شلون دخلوا هي يعني أنت تريد تقول أو تقول بأنه اللي دخلوا إلى داخل المبنى المجلس، مبنى مجلس النواب، ذولا يعني الموضوع بلعبة أو ربما إيد ساعدتهم أنه يدخلون؟ هو هذا اللي شنو مصلحة الجهة اللي دخلتهم؟ يعني اليوم اللي شفناه بالمقطع قال هذا مبنى الفاسدين، طالب مجلس النواب، طالب رئيس مجلس النواب انه يتدخل ويساعدهم، ووصف الجميع بالفاسدين، لم يستثني احدا من عندما هتف. يعني شلون ممكن نقول انه اكو ايد هي اللي ساعدت ودخلتهم؟ استاذ محمد انت تعرف كل زين اكو صراعات بين الاحزاب السياسيه اللي جاي تتصارع بيناتهم على المكاسب والمرافق. واحد يريد يعني مثل ما تقول يوجد له فتحه في الطرف الاخر، فهم بيناتهم هاي الصراعات يعني جاي يعني يسيسوها على 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 ناس ابرياء اللي هم مثل الخريجيين او غيرهم. فاليوم للاسف الشديد يعني كل شيء اصبح مسيس، يعني حتى الحقوق الحقه للخريجيين لغير الخريجيين يعني يدخل بها عامل تسييس. فاللي يعني اللي اتمناه يعني اكو كون خطه، اذا اكو عندنا حكومه فعلا تظهر بعين الابوه بعين الرحمه للخريجين وغيرهم بانه يوجد لهم حلول، اما مو يومي اني ادخل بالبعاد او ادخل الدار الفلاني. اكو خطط تدريجيه. شكرا يعني شكرا. نعم سيد عبد الرزاق وصلت الفكره. عين الأبوة صار لها 19 سنة ما نظرت إلى هؤلاء ولم تنظر إلى كل من يعاني داخل العراق. هذه العين، عين البعض العراقيين يعني يستعطفون خدام الشعب هؤلاء. يعني هذا واحد في مجلس محافظة بغداد يقول أنا ما أشتغل عندك، أنا مو خدام عندك وعند الخلفوك، لما يتكلم مع المواطن العراقي، غيرها وغيرها طبعا من النماذج التي تهين بالمواطن وتتجاوز عليه. نظرة الاستعطاف هو الموضوع، ما يحتاج أنه أنا أميل أستميل عاطفة المسؤول. المفروض هو مسؤول وظيفته، يؤدي واجبه تجاه البلد وتجاه الشعب، تنتهي فترته يتوكل يجي غيره أو الناس تختاره يستمر إذا كان هو جيد. لكن ذولا يعني ليش واحد يستعطف منهم حقوقه؟ عادل من السماوة تفضل. السيد عادل من السماوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخويا شنو اللي يسووه المتظاهرين حتى صارت بيان هذا الوضع من قبل الميليشيات ومن قبل الجيش الحكومي هذا؟ شنو اللي الذنب اللي يرتكبوه؟ انما هم يطالبون بحقوقهم اعضاء متمردين، ان كان في الجيش الحكومي الارهابيه التابعه للاحزاب والماليه الى ايران، او لا جميعهم ذات العقول المتحجره، ذول عقولهم متحجره. وكيلك متعجرة وش ما تألف إلا هذا الخرب وهذا القتل وهذا العراق من الميليشيات رأي سلام، وإذا كانت في الجيش الحكومي هؤلاء الله وكيلك عقول متجمدة متعجرة مثل الحجر. طيب. خاصة في الجيش الحكومي وكل عناصره المفسدين والطغاة والأنجاء. طيب شكرا يا عادل، شكرا جزيلا، وصلت الفكرة. طبعا مبدأ الكل
مبدأ غير صحيح. التعميم لا يجوز ولا يصح، لأنه في النهاية احنا شفنا نماذج من عناصر داخل القوات الأمنية وداخل الأجهزة الحكومية وقفت مع الحق ضد الظلم. شاهدنا نماذج مثلا الضابط اللي حاول أن يمنع خطر المخدرات عن المجتمع عن طريق إمساك تاجر مخدرات معمم إيراني كان يضع المخدرات في عمامته، رأينا بأن هذا الضابط الذي قام بواجبه وحاول أن يمنع خطر عوقب وتمت محاسبته وحبس، ورأينا بأن الوزير راح شكر أو اعتذر من المعمم الإيراني. هناك حالات أخرى، حالات كانت ضمن التظاهرات في بعض المناطق في بغداد، حالات قليلة جدا لكنها موجودة، وجدنا بأن هناك كان وقوف من قبل بعض أفراد الجيش مع المتظاهرين، بعض أفراد الجيش، لأن في الغالب كانت القوات الحكومية سجلت عليها كثير من حالات الاعتداءات والانتهاكات ضد المتظاهرين، لكن احنا نتكلم بمبدأ التعميم. الآن مشاهدينا الكرام ننتقل إلى الفقرة الأخيرة لدينا في مواقع التواصل الاجتماعي، فقرة مواقع التواصل الاجتماعي، وهي فقرة الوسم أو الهاشتاج. تفاعل ناشطون وصحفيون مع وسم جامع السراجي بعد محاولة السلطات الحكومية هدم الجامع ومنارته التراثية في محافظة البصرة تحديدا في قضاء أبو الخصيب، والتي يعود تاريخها لعدة قرون بحجة توسعة الطريق السياحي. نشاهد بعضا من التغريدات التي جاءت مع وسم جامع السراجي. عثمان المختار يقول: في البصرة يمكن بناء مقام بمكان وضوء الخميني على مقربة من مسار خط أنبوب نفط أي 10 في سفوان، ويمكن أيضا هدم مسجد تاريخي يمتد عدة قرون بحجة توسعة شارع. إشارة طبعا مهمة جدا في هذه التغريدة. لدينا طلحة يقول: حتى نفهم أهمية منارة جامع السراج الأثرية بالنسبة للبصريين والتي شيدت في عام 1727 ميلادي، أقدم من ساعة القشلة ب 134 سنة، أكبر من شناشيل البصرة ب 137 سنة، ومن مقهى الشابندر ب 180 سنة. للأسف جميع هذه الآثار وغيرها تعاني من الإهمال باختلاف المؤسسات المعنية بالحفاظ عليها. لدينا تغريدة من محمد يقول: يريدون تدمير وطمس كل شيء يرتبط بتاريخ وحضارة العراق وبأوامر من أسيادهم حقدا على هذا البلد. هذا الجامع جزء من تاريخ العراق عامة والبصرة خاصة. ولدينا زهراء تقول: لم تقترن توسعة الطرقات وتطوير المدن يوما بهدم التراث والشواهد التاريخية. هذه المساجد ومن ضمنها مسجد وجامع السراجي ومئذنته بمثابة ذاكرة، ونعم لتحويله لمتحف تراثي ومعلم بصري ووطني بعد إعادة ترميمه، خصوصا أن نسخ الجامع الذي يعود للعام 1727 معدودة. معنا اتصال. السيد أبو حسن من كربلاء، تفضل. مرحبا، حياك الله. شلونك يا أخي؟ الله يسلمك أبو حسن، تفضل. أخي بالنسبة للاعتداء على المتظاهرين اللي هم المعلمين اللي يطلبون حقوقهم، نعم، أولا إحنا بالنسبة كشعب لازم نعرف أنه البرلمان إثناء الانتخاب هو يعتمد على الشعب، على أصوات الشعب، نعم، لكن هو من يترشح ويصير بالبرلمان يصبح السلطة التشريعية مو سلطة الشعب، يعني تطلع من سلطة الشعب، يعني يفترض أن يتغير هذا العنوان، يتغير العنوان باسم الشعب مو باسم السلطة التشريعية، مثل السلطة التنفيذية. هذا الكلام، هذا الكلام لو كان الشعب هو الذي اختار هذا النائب، لكن احنا لما نشوف انه اكو مقاطعه، انه اكو مقاطعه 85% لهذه الانتخابات، السؤال ذولا يمثلون منو؟ هم ما اصبحوا سلطه من صار بالبرلمان اصبح سلطه ما يمثل الشعب، لازم يتغير العنوان سلطه الشعب التشريعيه مثلا، يعني الاكاديميين والاختصاصيين يغيرون هالعنوان حتى شنو يعتبر مثل برلمانات العالم
المواطن يدخل ويشوف ويعرض قضيته ويعرض كذا، وحتى هم اصبحوا سلطه محتمين بالامن والشرطه والجيش وبالجسمه ويحتمون على المتظاهرين. اذا الشعب لازم ان يوعى يغير هالعنوان، سلطه تشريعيه اصبحت سلطه وليس خدمه للشعب. طيب اذا كانت هذه السلطه ابو حسن، اذا كانت هذه السلطه لا تمثل الشعب، ما سبب بقائها؟ ما سبب بقائها؟ ليش باقيه؟ باقيه ذوي المنافع الخاصه لمصلحه الطبقه العليا، لمصلحه الطبقه العليا والاحرف فقط. هذا هو ما تمثل. طيب. الشعب هذا شيء شكلي معروف، هذا شيء معروف. شكرا ابو حسن من كربلاء، اشكر حضرتك، شكرا جزيلا للمشاركة. وبهذا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.